كشفت صحيفة سبورت فوتبول البلجيكية عن اقتراب لاعب تشيلسي إيدن هازارد من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وقالت ذات الصحيفة أن نجم المنتخب البلجيكي وقع على عقود مبدئية مع الميرانغي خلال الشهور الماضية تمهيدا لضمه في نهاية الموسم الكروي. وأشارت إلى أن نائب رئيس ريال مدريد خوسي سانشيز عقد جلسة مع وكيل اللاعب بمدينة بروكسل البلجيكية في شهر نوفمبر من العام المنقضي. أكدت صحيفة ذا سان البريطانية عبر موقعها الإلكتروني أن حارس مانشستر سيتي المعار حاليا إلى تورينو جو هارت فتح الباب أمام إمكانية انتقاله إلى الغريم التقليدي مانشستر يونايتد مع بدء فترة الانتقالات الصيفية. ويعد الجاران ليفربول وإيفرتون من الأندية الإنجليزية الأخرى الراغبة بخدمات الحارس، ولكن زوجته وطفله حسب التقارير يفضلان مدينة مانشستر وقد يكونان عاملا حاسما في خيار الحارس. جاء في صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن ملك إنتر ميلان الصيني زانغ يدونغ وصل لبحث مستقبل الفريق مع اقتراب الموسم من نهايته. وأوضحت الصحيفة أنه سيتم حسب مستقبل الجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي الأسبوع القادم، وتشير توقعات إلى أن رحيل المدرب ستيفانو بيولي عن الفريق مع نهاية الموسم مع تعيين مدرب جديد تفضل الإدارة الصينية أن يكون له اسم بارز في عالم كرة القدم.